رمضان كريم مشاهدينا، وكل عام وانتم بخير، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجكم رمضان مع احسان. مثل ما بتعرفوا مشاهدينا، احنا بهاي الحلقه كمان عم نصور يعني برا خارجي، وحبينا كثير بهذا البرنامج انه نطلع خارجي نورجيكم فلسطين قديشها حلوه. اليوم بمدينه اريحا طبعا استضافنا مطعم ليمونه، وله قصه هالمطعم على فكره. هو لاثنين صحفيين كانوا في اوردر مره في اريحا، وكانوا ما بده عم يدوروا، بدهم يروحوا على مطعم، وفجاه بالصدفه شافوا هذا المكان، وكانت هي تقريبا خربه يعني مهمله، ولكن هن حطوا براسهم وقاموا عملوها ورتبوها، وصارت مطعم من اشهر المطاعم في مدينه اريحا. على كل حال احنا اليوم بضيافتهم، ومثل ما بتعرفوا مشاهدينا برنامجنا برعايه مسلماني هوم وبرعايه مطعم ليمونة. إذا المشاهدين خليني استقبل أنا وياكم الشيف أحمد النجار من مطعم ليمونة، وأهلا وسهلا فيك شيف. أهلا فيك، أهلا ست أحسن. أحمد أنت من مدينة أريحا؟ نعم صحيح، سكان مدينة أريحا. اكيد برمضان في لها جو خاص، اريحا غير عن بقيه المدن. نعم صحيح، اكيد هي لها اجواء حلوه، بس بتكون دافي شويه زياده عن قصدك. حر زياده؟ نعم صحيح، حر زياده. شوب كثير. وشو بتعملوا بالشوب؟ بدنا نستحمل، تعودنا يعني على جو اريحا، بس يعني بالليل بيكون الطف شوي من حم النهار. يعني هي بتصير مدينه ليليه اكثر ما هي مدينه. نعم بالنهار بشهر رمضان اجواءها في الليل احلى بكثير من بالنهار. وبتخف الشوب. بخف، بصير حركه خفيفه يعني، قرحه حم خفيف بالليل، الطف شوي من جو النهار. انت قديش صار لك شيف؟ لي 5 سنين. خمس سنين. خمس سنين. نعم. حلو. كيف اكتسبتها؟ كيف اجت ببالك تصير شيف؟ انا جيت على مطعم ليمونه، ولقيت هنا عده يعني مجموعه من الشيفات، وتعلمت معهم وعلموني الصنعه. واكتسبت خبره. حبيت يعني شو شعورك لما بيجي زبون بتقدم له صحن وبتلاقيه مبسوط؟ اكيد كثير يعني لي فخر اول شيء ان الزباين اللي بيجوا عندنا على المطعم انهم يكونوا مبسوطين من الاكل اللي بنقدمه احنا يعني. اوكي، وطبعا النظافه اكيد عنوان يعني اهم شيء. نعم صحيح. طيب ايش محضر لنا اليوم؟ اليوم بدنا نقدم لكم سلطه البقله. سلطة البقلة. شو المقادير تبعتها؟ طبعا عندنا البقلة اللي مقطفة، وعندنا ثومة مفرومة. وعندنا الملح، وعندنا السماق، وعندنا ليمون، وزيت زيتون، وبندورة مفرومة، وبصل جوانح. اذا مشاهدينا خلينا نروح لفاصل صغير، ومثل ما بتعرفوا برنامجنا برعاية مطعم ليمونة ومسلماني هوم بيتك حياتك، وبنرجع بعد الفاصل عشان نشوف كيف بده يعملنا هاي السلطة. يلا فاصل ورجعين. رجعنا لكم مشاهدينا مع الشيف أحمد النجار، وهلا رح يورجينا السلطة اللي سلطة البقلة. نعم صحيح. تفضل، كيف بدك تعملها؟ بدي جيب بجيب جاط وبجيب البقلة أول شيء. باخذ طبعا مغسول البقلة. نعم ومصفاية. مصفاية، نعم صحيح. باخذ البقلة. بجيب الملح. تحط رشة ملح. نعم بجيب رشة ملح. ايوه. بجيب الثومة. النعنع. ايوه مع الثوم. ثوم حسب الرغبة، لأنه في كثير ما بحبوا الثوم كثير. رشة السماق. إيه ورشة السماق بتعطيها طعمة طيبة. أكيد كثير كثير. حلو. بنجيب البندورة الناعمة. بندورة يعني شيء حبة بندورة كبيرة. نعم ناعمة. صحيح. أو حبتين صغار بس بتفرمون ناعمين. حلو. أوكي. البصل. والبصل جوان. عادة أنا بفرك البصل بالسماق. معرفش بيبقى لونه هيك بصير حلو وبيعطي طعمه اطيب. نعم صحيح. وبنقدر نستخدم مع كمان البقله اللي هو البصل الاحمر. البصل الاحمر اطيب. اطيب نعم. هيداك الهندي بيقولوا له. البصل الهندي. نعم صحيح. وبتحط زيت الزيتون. ليمون بنحط. اوكي.
اكيد من بنخلطهم صحيح. ايوه خلط السلطه. نعم سلطه البقلي، البقلي كثير مفيده على فكره. نعم صحيح. وطبعا لما تيجوا تخلطوا مش تخلطوا قبل بثلاث اربع ساعات بتصوص السلطه بتبقاش طيبه. دائما السلطه بتعملوها يا دوبك يعني قبل خمس دقائق من الافطار. سلطه البقلي صارت جاهزه مثل ما شفتوا، حطوا البندوره والبصل اللي هو جوانح والبقلي، ومثل ما قلت لكم اهم شيء مشاهدينا انكم ما تخلطوا هاي السلطه الا قبل خمس دقائق من نعم صحيح عشان تكون فريش، لانه بالذات لانه بالذات البقلي روحها قصيره. نعم صحيح. نعم وعشان ما تتبلش معنا كده، عشان ما تتبل. شكرا لك على هاي السلطه، واحنا اكيد بعد الفاصل بدك تعمل لنا البيتزا مش هيك؟ نعم صحيح. بيتزا بشوك بدك تعملنا؟ بدنا نعمل نوعين بيتزا، بيتزا بالسلامه وبيتزا بالدجاج. بالدجاج بيتزا بالسلامه وبيتزا بالدجاج. نعم معناته مشاهدينا رح ننتقل انا وياه للفرن اللي الطابون اللي هناك. نعم صحيح فرن، لانه حتسويها على الحطب. نعم صحيح. وبعدين بيتزتهم كثير كثير مشهوره. يعني الناس اكثر وقت بيجوا هون بيطلبوا البيتزا. نعم تبعت التشيكن وتبعت السلامه ما هيك؟ نعم. طيب اذا مشاهدينا برنامجكم مثل ما بتعرفوا برعايه مسلماني هوم، بيتك حياتك ومطعم ليمونه. فاصل مشاهدينا وراجعين. رجعنا لكم مشاهدينا ببرنامجكم رمضان مع احسان ومن مطعم ليمونه، ومثل ما بتعرفوا برنامجنا برعايه مسلماني هوم بيتك حياتك، وطبعا مع الشيف احمد النجار. هلا وسهلا فيك احمد. ايش اليوم بدك تسوي لنا؟ قلت لي بيتزا. نعم صحيح بيتزا مع سلامه. اذا شيف احمد النجار يا ريت تعطينا، بدك تعمل لنا بيتزا. نعم صحيح. بس تعطينا المقادير. اوكي. وطبعا كل واحد حسب العيله يعني. اكيد. انا بدي اسوي اليوم كميه اللي هو كيلو طحين، بحط معها معلقه سكر كبيره، معلقتين ملح صغيرة. بحط زيت ذرة معلقتين، وبحط بحط زيت زيتون معلقة، بحط خميرة معلقتين صغار. أيوة. بحط مارجرين 250 جرام. وأكيد بحط الخميرة. احنا قلنا خميرة. قلت الخميرة. بتكون مخمرينا شوي. بحط خميرة معلقتين قلنا صغار. وبحط بضيف الماء. خميرة الفورية مشاهدينا، وخاصة بهالشوب بسرعة بتنعمل العجينة. اكيد مع الحم بدها درجة حرارة. بعدين الاولاد بحبوا هيك اكل. اكيد اولا، وبعدين بيبقى في شهر رمضان الواحد طبيخ. امرار بحبوا الناس باخر رمضان. التغيير صحيح. وشي خفيف البيتزا يعني طبق خفيف وسهل جدا يعني. باخر رمضان عادة مشاهدينا الناس بتكون زهقت من اللحمة والجاج والسمك ومش عارف ايش، فبيحبوا ياخذوا اشياء خفيفة، والصغار بحبوا البيتزا. وبعدين البيتزا عندكم مشهورة. اكيد بالله يعني بيجوا من اخر الدنيا بياكلوا بيتزا. اكيد بيتزا ليمونة دائما يعني. طيب مميزة. يلا خلينا ورجيني شو بدك تساوي. بدي اجيب العجينة. هاي العجينة. هلا بدك ترقها بالمرق. خامرة. بعدين بالشوب دغري بتخمر، بدهاش وقت. بحط طحين. اوكي. وبجيب العجين. عادة بإيطاليا أكلتها بتبقى كتير رقيقة. نعم كتير رقيقة. بس عنا هون بفلسطين بحبوها شوي خميلة صح؟ نعم صحيح حسب الرغبة يعني. في ناس بحبوها زي الإيطاليين. في ناس بإيطاليا أنا أكلتها بروما بتبقى كتير 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 رقيقة يعني يا دوبك هيك ورقة. صحيح. عرفت كيف؟ خلينا عم برقها شوي بإيدي عشان أقدر. صعب. بجيب الشوبك. ايوه حلو. بلش ارقها. برقها منيح يا عيني على هالشوبك. حلو. ما احلى لما تكون خامرة دغري بتفرد مشاهدينا. اكيد. حلو. ايوه صارت اكبر من الصينيه يا احمد. لا
لا خلص هيك بكفي. هسا هيك بكفي. بدي تساعديني تجيبي لي الزيت. ايه هلا بدك تدهن. بدي ادهن. نعم صحيح. الصينية بتدهن هاي بتدهن الاعلى شو اسمه الصينية. حلو اوكي ندهنها. والله انا احفادي بخليهم يشاركوا معي بالبيتزا بحبه طبعا. بقدر هسا بمسك العجينة. أيوة. وبحطها بالصينية. أيوة حلو. فردتها. فردتها وهسا بحطها على الصينية بشكل. أيوة. منيح ومناسب عشان ما تطلع معي بشكل مرتب. إذا شفتوا مشاهدينا كيف عم بيفردها؟ بجيب مقص. شفتوا كيف عم بيفرد العجينة؟ وبعدين بقطعها بالكاتر هاي. بقطع العجينة الزيادة. الزيادة عشان. ما تكبون العجينات بتعملوا فيهم بيتزا صغيرة. طب أكيد ولا. أوعوا تكبوا إشي. طبعاً هيك بتبقى أيوة. جاهزة. أوكي. ببقى مجهز العجين وكل شيء 100% رقناها وكل شيء 100%. طيب هلا بدنا نحط. هسا بدنا نحط. هيدا الكاتشاب ولا صوص بندوره؟ صوص هذا انا يعني بعمله عندنا بالمطعم. انت بتعمل الصوص؟ شو من ايش بتعمل الصوص؟ طبعا بجيب البندوره الحب. اول شيء بقشرها. بقشرها طبعا بحطها بمي سخنه. عشان بتتقشر مع القشره في البندوره. وبعديها بطبخها بحطها طبعا. قبل ما اطبخها بجيب بصل. أيه. ثومه. فليفله حمراء. بحطها بالطنجره بقلبها. وبعديها بحط البندوره المقشره بقطعها وبحطها بخليها تغلي طبعا. وانا بحط قديش بدها تغلي؟ تقريبا بدها نص ساعه. نص ساعه تعقد. نص ساعه تعقد. بحط عليها بهارات ملح. اوريجانو. فلفل اسود. ايوه طبعا بحطه هي تغلي بحط ريحان. لازم الاكل الايطالي لازم يكون فيه اهم شيء الريحان يعني انه يكون موجود. نعم. وبقدر يعني احط اعشاب مثل الروزماري مثل ال اوكي يعني يلا ندهنها هلا. ندهن هلا بدنا ندهن ال حلو يعني ندهنها. يعني قديش هي لما بدنا نحطها بالفرن قديش بدها وقت حسب كل فرن؟ حسب لانه في فرن مشاهدينا بتبقاش كتير منيحة. صحيح. ايوه يعني حسب فرنك كيف. اكيد بتشوفيها هي اذا تأمرت من تحت بتبين هيك جاهزة. هسا بنجيب الجبنة. يعني السلامي امتى بتحطه؟ اخر اشي. اخر اشي السلامي عشان تكون. ايوه بتحط الجبنة. بعدين بصراحة الجبنة بتعطيها طعمة طيبة. اكيد جبنة مازاريلا هاي. مازاريلا. ايه جبنة مازاريلا. يا عين يا عين. ايوه حلو. طيب كمان شوية جبنة. جبنة كل ما هي بصراحة مدلعتيها بالجبنة البيتزا اطيب وبتاخذي كالوريات اكثر وبتتخني اكثر. مش مشكلة المهم الطعمية. بعد بشهر رمضان كل شيء مسموح كله اللي بدكم اياه. اكيد صح؟ اكيد. انا بقوله عم بخرب رجيمون انا. بعد رمضان نسوي رجيم. بعد رمضان اعملوا رجيم. هسا هيك خلصنا. هلا بنحط السلامي. بنحط السلامي بصفطها يعني ب فيكم تحطوا اذا كنت تعملوا بالخضره بالعكس. بقدر احط اكيد الشامبينيون الفطر. بتقدر تحطوا شو ما بدكم شو بتحبوا. شو كل واحد ورغبته. شو كل واحد برغبته. يعني انا بحب الفيجيتيريان بيتزا اكثر الخضره. يا عيني حلو. سلم لي سلامي وسلم لي. يلا هيك طبعا اخر اشي بضيف لها شويه اوريجانو برشلها على الوجه قبل ما احطها بالفرن تعطيها لازم نكهة. نحط الزعتر الاوريجانو طبعا. الاوريجانو نعم صحيح. بعطيها نكهه طعمه زاكي كثير طيب حلو حلو. وإذا في حدا بحب البيتزا يعني حراقة بقدر أحط لها شطة ناشفة. عندك هاي شطة حط لنا شوية شطة. هاي حط يلا أيوة شطة. أيوة شوية شطة هيك بنرشها. تعطيها طعمية طيبة. أيوة حلوة تصير هيك نكتها حلوة. أوكي وهلا بنحطها بالفرن. قلت لي الوقت حسب كل فرن. هلا بهيدا الطابون قد إيه بدها 10 دقايق؟ من 5 دقائق يعني 7 دقائق هيك. 7 دقائق لأنه الفرن حامي. 7 دقائق لأنه الفرن حامي. حمينا الفرن. أوكي هسا بنحطها بالفرن. إذن بنحطها بالفرن
مشاهدينا برنامجنا برعاية مطعم ليمونة ومسلماني هون بيتك حياتك. وخلينا نروح فاصل يا أحمد. أكيد نرجع بتكون نلاقي البيتزا جاهزة. نعم صحيح. نلاقي البيتزا جاهزة. أكيد خلص إحنا ما عاش فينا خورنا من الجوع. أوكي يلا فاصل وراجعين. رجعنا لكم مشاهدينا بالبرزنتيشن الأخير. هلأ منورجيكم كيف صارت البيتزا. أكيد انخبزت ما هيك؟ أكيد. وهي حمرناها وحمرنا إياها كمان. وعلى متو شايفين على الحطب. وكنا كانت البيتزا على الحطب أطيب من ما تسويها مع بيتزا مع السلامة. يا عمي أنا بقول ليش النكهة طلع؟ عشان بتحط فيها الزبدة. المارجرين بيعطيها نكهة. حلو نقطعها. هسه بنقطعها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين حلو. بعدين تعرفوا لو انه بنعملها بالبيت على السحور بالليل يعني تكونوا عاملينها قبل الفطور وحلوة انه على السحور الواحد مع كاسة شاي بيقدر هيك ياكل واحد يتشبع يعني. اذا ومع سلطة البقلي اللي عملناها اللي كانت مع البندورة والبصل شرحات. نعم مش هيك؟ والليمون وحامض وزيت. فيري سمبل فيري ايزي يعني مش رح نخترع الذره بالبيتزا التلياني ولا بالسلطه. هو اذا مشاهدينا مثل ما بتعرفوا برنامجنا قلت لكم برعايه مسلماني هون ومطعم ليمونه. وبحب اشكر الشيف احمد النجار اللي كان معنا اليوم تعبناه كثير. يعطيك العافيه. بحب اشكر طاقم التلفزيون كله اليوم لأنهم بصراحة من الصبح الشباب وهني عم يشتغلوا وما بتصدقوا قديش درجة الحرارة بأريحة. يعني عن جد يعطيكم ألف ألف عافية شباب هيئة الإذاعة والتلفزيون. وكل الاحترام لكم وللمخرج وللشوفرية وللصوت وللكاميرامان وللمهندسين اللي طول نهارهم مد كابل وحط كابل الله وكيلك. يعني يعطيهم العافية. يعطيهم العافية كلياتكم شباب. بحب أشكركم كلكم وبحب أشكر مشاهدينا كمان إنه أنتوا تابعتونا. وإن شاء الله كل سنة وأنتوا سالمين وإفطارا شهيا إن شاء الله والصيام مقبول. وبشوفكم بكرة حلقة جديدة من برنامج رمضان مع أحسان. تابعوني مش راح تخسروا.